الشيخ علي الجرجاوي الذي عرف بحبه الشديد للاسلام والعمل على نصرته قد قرأ في احدى الصحف عام 1906 خبرا غريبا مفاده ان رئيس وزراء اليابان الكونت كاتسورا ارسل خطابات رسميه الى دول العالم ليرسل اليهم العلماء والفلاسفه وكل اصحاب الديانات لكي يجتمعوا في مدينه طوكيو خلال مؤتمر عالمي ضخم يتحدث فيه أهل كل دين عن قواعد دينهم وفلسفته. ثم يختار اليابانيون بعد ذلك ما يناسبهم من هذه الأديان ليكون ديناً رسمياً للإمبراطورية اليابانية بأسرها. والسبب ذلك أن اليابانيين بعد انتصارهم على الروس في معركة تسوشيما عام 1905، رأوا أن معتقداتهم الأصلية لا تتفق مع تطورهم الحضاري. ورقيهم المادي والأدبي الذي وصلوا إليه. فأرادوا أن يختاروا دينا جديدا يكون ملائما لهذه المرحلة من تاريخهم. أسرع الشيخ الجرجاوي وكتب في صحيفة الإرشاد يدعو شيخ الأزهر وعلماء الإسلام لتشكيل وفد للمشاركة في هذا المؤتمر الذي يمكنهم من خلاله إقناع الشعب الياباني بالإسلام. وهذا من شأنه إذا حدث فسوف يؤدي إلى قيام حلف إسلامي قوي يجمع اليابان وربما الصين أيضاً مع السلطنة العثمانية ويعود للإسلام مجده القديم. وقد حثه بالتحرك السريع لانتهاز هذه الفرصة الذهبية لنقل دين الإسلام إلى أقصى بقاع الأرض ولكن كان موقف الأزهر سلبي لأن مصر كانت تحت الاحتلال الإنجليزي الذي كان دوماً ضد الإسلام ومع ذلك لم يستسلم الشيخ الجرجاوي وانطلق إلى قريته الصغيرة ليبيع خمس أفدنة من الأرض كانت كل ثروته لينفق على حسابه الخاص تكاليف تلك المغامرة ولأن أيامها لم يكن هناك سفر بالطائرات لذلك انتقل على متن باخرة من الإسكندرية إلى إيطاليا ومنها إلى عدن في اليمن ومنها إلى بومبي في الهند ومنها إلى كولومبو في جزيرة سيلان ثم إلى سنغافورة ثم إلى هونغ كونغ ثم إلى سايغون في الصين ليصل أخيرا إلى ميناء يوكوهاما الياباني بعد مغامرة بحرية لقي فيها الأهوال والمصاعب وهناك في اليابان فوجئ الشيخ الجرجاوي بوجود شيخ هندي وشيخ من تونس وشيخ صيني وشيخ روسي كل هؤلاء جاءوا مثله على نفقتهم الخاصة ليجد ان الخليفه العثماني عبد الحميد الثاني ارسل وفدا كبيرا من العلماء الاتراك بدات جلسه المؤتمر لتعرض كل جماعه دينها واعتمد الشيخ الجرجاوي واصحابه على التبسيط والايجاز في شرح مبادئ الدين مع سرد البراهين والادله العقليه للاجابه عن الشبهات التي طرحها البعض في المؤتمر فاسلم الالاف على ايدي تلك المجموعه وكاد امبراطور اليابان الماكيدو نفسه ان يسلم على يد الجرجاوي بعد ان ابدى اعجابه بالاسلام الا انه خاف على كرسيه الامبراطوري ولكنه اخبر الشيخ الجرجاوي انه اذا وافق الوزراء على تغيير دين الاباء فانه سيختار الاسلام بلا ادنى شك ثم اعلن في نهايه المؤتمر ان حريه العقيده في بلاده متاحه ومكفوله فخرج الشيخ الجرجاوي الى شوارع المدينه مع المترجم وراح يحدث اليابانيين عن الدين في مده بلغت الشهر فاسلم على يديه الاف اليابانيين وعاد الى مصر بعد ان اسس في طوكيو جمعيه للدعوه الاسلاميه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم شاب تقي ميسور الحال كان يبحث عن زوجة ملتزمة تأخذ بيده إلى الجنة دخل احد المساجد لصلاة الظهر وبعد الصلاة تذكر ان سيارته تحتاج الى بعض الاصلاحات فتوجه الى الورشة التي اعتاد اصلاح سيارته بها فوجدها مغلقة لسفر صاحبها واوصاه احد سكان المنطقه بالذهاب الى ورشه اخرى بها عامل ممتاز وتبعد قليلا واعطاه اسم العامل ذهب الشاب الى المكان فوجد زحاما امام بيت قريب من الورشه وعندما نادى على اسم صاحب الورشه اسرع اليه وبعدما علم من الشاب انه يريد اصلاح سيارته فرح وطلب منه مبلغا معينا في الحال فاعطاه الشاب المبلغ وفوجئ بالعامل يعطي المبلغ لرجل غاضب ويقول له هذا هو الايجار المتاخر ارجو السماح للسيده بدخول شقتها هي وابنائها عادت السيده الى شقتها ومسحت دموعها وقبل ان يسال الشاب عما يحدث قال له العامل هذه السيده ارمله متعففه تصلي كل الفروض ودائما في طاعه الله ولها ثلاثه ابناء ابنتها الكبرى في السنة النهائية بالجامعة ولها ابن في المرحلة المتوسطة واخر عمره خمس سنوات وهي تبيع حلوى واطعمة في محل صغير بجانب مدرسة ولم تستطع دفع ايجار الشهرين الاخيرين فهددها صاحب العقار برمي اثاثها واخراجها بالقوة مع انها كانت دائما ملتزمة بالاداء لولا المرض الذي اصاب ابنها واغلب الناس هنا كما ترى فقراء وعندما طلبت مني اصلاح سيارتك تاكدت ان الله ارسلك لتعيد هذه الارمله لشقتها. سكت الشاب قليلا واخذ يفكر كيف دبر الله امر هذه الارمله حيث اغلقت الورشه التي لا تغلق في مثل هذه الاوقات وبعدها يرسله الله الى مكان لم يدخله ابدا ثم تذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله او القائم الليل الصائم النهار. وبعد التفكير قال للعامل: ما اخذته الارمله هو من نفقتي وسوف اتكفل من الان بكل ما تحتاجه هي وابنائها. علمت الارمله بالامر وقبل ان ترفض اقنعها الشاب بالموافقه وعرض على ابنتها الجامعيه العمل بشركته بعد تخرجها. وظل الشاب متكفلا بنفقات الارمله وابنائها حتى تخرجت الابنه الكبرى من الجامعه. وتم تعيينها بشركته فوجد فيها الفتاه الصالحه الملتزمه وكل المواصفات التي تمناها في شريكه حياته فذهب الى امها وفاتحها في امر زواجه من ابنتها ففرحت الام والابنه كثيرا وتم الزواج وفاز الشاب بزوجه تقيه وعوض الله الارمله وابناءها كل الخير على صبرهم الجميل ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينه اجرهم باحسن ما كانوا يعملون في صباح اليوم وعند ذهاب مذيعه التلفاز الى عملها حدث خلاف بينها وبين زوجها رجل الاعمال ظنا منه بان زوجته اخفت ملفا هاما لتطلع عليه احد منافسيه فخرجت حزينه وغاضبه وخلعت خاتم الالماس من اصبعها والذي اهداه لها زوجها في ذكرى مولدها حتى لا يذكرها به ووضعته داخل حافظه نقودها وهي تقول في نفسها هذه هي النهاية. سأطلب منه الطلاق بعد عودتي قبل أن ينطق هو بها. في نفس هذا اليوم كان صبي يتيم الأب يتمتع بأخلاق حسنة وبارا بأمه، ذاهب إلى عمله في ورشة نجارة لينفق على أمه وأخته الصغيرة. ولأنه تأخر دقائق عن العمل بسبب سهر الصبي على أمه المريضة، قام صاحب العمل بطرده. حزن الصبي كثيرا. فهو يعلم ان البيت ليس به طعام كما ان امه تحتاج للعلاج ولم يجد امامه الا ان يجلس حزينا على الرصيف يدعو الله وهو يبكي في صمت اثناء قياده المذيعه لسيارتها لفت نظرها هذا الصبي فركنت سيارتها وذهبت اليه ثم اعطته حافظه نقودها بكل ما فيها وقد نسيت ان خاتم الالماس بها فدعا الصبي لها ذهب الصبي الى بيته سعيدا فوجد امه تدعو له بدموعها بعد ان صلت الضحى وحين فتح الصبي الحافظه وجد بها الخاتم فاسرع وعاد الى مكانه الذي التقى فيه مع السيده ولكنه لم يجدها فحزن وعاد الى بيته وبعد انتهاء عمل السيده عادت الى بيتها في المساء ففوجئت بزوجها يبتسم ويعتذر لها ويخبرها انه قد وجد الملف في مكتبه وهنا تذكرت السيده خاتم الالماس فحزنت دون ان تنطق بكلمه في صباح اليوم التالي ذهبت السيده الى المكان الذي التقت فيه الصبي وكانت دهشتها كبيره عندما وجدت الصبي يتلفت في كل من ياتي للمكان وعندما شاهدها اسرع اليها واعطاها الخاتم واعتذر لها فتعجبت السيده من امانته ثم اخذته الى سيارتها وذهبت به الى زوجها وبعد ان استمع الزوج لحكايته اعد له ورشه نجاره باجهزتها على ان يكون الربح مناصفه بينهما ففرح الصبي كثيرا وسجد لله شكرا ثم قال صدقت يا حبيبي يا رسول الله حين قلت ان كنتم تحبون ان يحبكم الله ورسوله فحافظوا على ثلاث خصال صدق الحديث واداء الامانه وحسن الجوار إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. جاء في موسوعه القصص الواقعيه ان احد الصالحين كان له اخ في الله، وكان من الاتقياء يزوره في كل سنه مره، وفي احدى هذه المرات جاء لزيارته وطرق الباب، فقالت امراته: من الطارق؟ فقال الصديق: أخ لزوجك في الله، جئت لزيارته، فقالت الزوجة: ذهب يحتطب، لا رده الله ولا سلمه، وفعل به وفعل، وأخذت الزوجة تدعو على زوجها بكل قسوة وتذمه، وبينما هو واقف على الباب، إذا بصديقه قد أقبل من جهة الجبل، وقد حمل حزمة كبيرة من الحطب على ظهر أسد، وهو يسوقه بين يديه، ثم جاء وسلم على صديقه، ودخل المنزل وادخل الحطب وقال للاسد اذهب بارك الله فيك ثم ادخل صديقه والزوجه على حالها تذم وتاخذ بلسانها وزوجها لا يرد عليها جلس الزائر مع الزوج بعض الوقت واكل شيئا من الطعام معه ثم ودعه وانصرف وهو متعجب من صبر اخيه على تلك الزوجه فلما كان العام الثاني جاء نفس الصديق لزياره صاحبه ولكنه اراد ان يلتقي به عند الجبل ويشاهده وهو يضع الحطب على ظهر الاسد مثل المره الماضيه ولكنه تعجب عندما شاهد نفس الاسد من بعيد في غايه القوه والشراسه وعندما قرر العوده لبيت صديقه تذكر زوجته ولسانها فاختار ان يظل مكانه حتى يشاهد صديقه ويعود معه وعندما طال الانتظار عاد الصديق الى دار صديقه وطرق الباب فقالت زوجته من بالباب قال الصديق انا اخ لزوجك في الله فقالت الزوجه مرحبا بك واهلا وسهلا اجلس فانه سياتي ان شاء الله بخير وعافيه فتعجب الصديق من لطف كلامها وادبها وبعد لحظات جاء الزوج وهو يحمل الحطب على ظهره فتعجب ايضا لذلك وعند وصوله لباب الدار سلم عليه ودخل وادخله واحضرت الزوجه طعاما شهيا لهما واخذت تدعو لهما بكلام لطيف والزائر يتعجب مما يشاهده في هذه المره فلما اراد ان يفارقه قال له يا اخي اخبرني عما اريد ان اسالك عنه في العام الماضي اتيتك فسمعت كلام زوجه لا استطيع ان اصفها مخافه حساب الله ولكنها كانت تذم كثيرا ثم رايتك قد اتيت من جهه الجبل والحطب على ظهر الاسد وهو مسخر بين يديك وفي هذا العام رايت كلام الزوجه لطيفا بلا ذنب ورايتك قد اتيت بالحطب على ظهرك وليس على ظهر الاسد فما السبب قال يا اخي توفيت تلك المراه وكنت صابرا على خلقها وما يبدو منها كنت معها في تعب وانا احتملها فكان الله قد سخر لي الاسد الذي رايت يحمل عني الحطب بصبري عليها واحتمالي لها فلما توفيت زوجتي السابقه تزوجت هذه المراه الصالحه وانا في راحه معها فانقطع عني الاسد فاحتجت ان احمل الحطب على ظهري لاجل راحتي مع هذه الزوجه المباركه الطائعه قال صاحبه صدقت فلقد ذهبت بعد وصولي قرب دارك الى الجبل فرايت ذلك الاسد الوديع الذي كان قد سخره الله لك ليطيعك ويساعدك ويمشي بامرك لقد رايته في غايه القوه والشراسه يفتك بالحيوانات ولا يرحم منها احد فعدت سريعا الى دارك خوفا منها قال الزوج واذا راني الان ربما افترسني بعدما كان ياتي الي دون ان اطلبه بل كنت انام بجواره وانا امن مطمئن كل شيء يا اخي بيد الله يسخر من يشاء لمن يشاء وقت من يشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. شاب لم يتعود منذ الصغر على الصبر ويريد كل شيء سهلا ويهرب من كل موقف صعب يحتاج إلى حسن تفكير وقوة تحمل تمنى الزواج من ابنة صديق والده صغيرة السن عندما وجدها فتاة هادئة وديعة في المرات التي جاءت فيها مع أسرتها إلى بيت العائلة وبالفعل تم الزواج ولمس فيها حياء جميلة وادبا رفيعا لم يره في فتاه من قبل عاش معها عده ايام في نعيم وفي اليوم الخامس تقريبا وبعد ان انتهى الطعام الذي كان ببيتهم فاجاته بصوتها الهادئ انها لا تعرف اي شيء عن الطبخ فابتسم وقال لها اعلمك فاختفت ابتسامتها وقالت غاضبه لا لن اتعلم حاول اقناعها بهدوء باهميه هذا الامر ففاجاته بصرخه مدويه كادت تصم مسامعه واصيب بذهول شديد وهو يراها تصرخ بدون توقف فاخذ يتوسل اليها ان تهدا دون جدوى ولم تتوقف الا بعد ان هددها بالاتصال بابيه فعادت الى هدوئها ورقتها اكتشف الشاب انها كانت تدعي الرقه والوداعه وان صوتها هذا الذي كان سببا في اعجابه بها كان يخفي من خلفه نفيرا اعلى من نفير اي قطار فسال والدتها عن امرها هذا فاخبرته وهي تبكي ان ابنتها قد اصيبت بصدمه عصبيه في طفولتها افقدتها الاتزان وجعلتها تثور لاقل سبب وان والده منذ طفولتها كان كثيرا ما يعطف عليها وياتي لها بالحلوه واللعب ومن ايامها وهي تحبه وتحترمه اكثر من اي انسان اخر غضب الشاب كثيرا عندما عرف ان والده كان يعلم بحالاتها ولم يخبره، وقال في نفسه بحزن شديد: لماذا فعل ابي ذلك معي؟ وقبل ان يفاتح والده بانه سيطلق زوجته فورا، قدر الله له ان يستمع في المذياع ان رجلا كان يرى اذى كثيرا من زوجته وقرر الطلاق، لكن الشيخ قال له توجيه رب العالمين: وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا كما اخبره ايضا ان الصبر على اذى الزوجه من اعظم العبادات وفيه اجر عظيم فنزلت هذه الايه على قلبه كالماء البارد في يوم شديد الحراره وعلم انه منذ طفولته كان يسخط لاتفه الاسباب ولا يعرف للصبر طريقه فاستغفر ربه وقام وتوضا وصلى وبكى في دعائه وهو يطلب عفو الله عما مضى ثم عدل تماما عن فكره الطلاق وفكر ان هذه هي فرصته الذهبيه كي يصبر وينول رضا الله عز وجل بعد ان سخط واذنب في حياته كثيرا وقرر ان يصبر على زوجته عسى ان يصلحها الله له مع مرور الوقت تحمل الزوج الصراخ الدائم في المنزل وكلما وضع القطن في اذنيه كانت تزيد من صراخها في عناد عجيب وكانت الايه التي كتبها امامه على الحائط بخط جميل تمده دائما بشحنه جديده من الهدوء والصبر ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما فظل يردده حتى رزقهم الله بطفل جميل وكان من نعمه الله عليهما ان كان هذا الطفل في منتهى الهدوء لا يكاد يصدر منه صوت بكاؤه حالم كانه غناء حيث عوض الله الزوج بهذا الطفل الوديع عن صبره وفرحت به زوجته جدا ورق قلبها وقل صراخها ومع الايام تخلصت تماما من اي اثر لصدمتها القديمه واصبح الزوج على يقين تام بان الصبر على البلاء هو اجمل ما يفعله المسلم في هذه الحياه وانه السبيل الوحيد للوصول الى شاطئ النجاه الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنه السيئه اولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. عروة بن الزبير بحر من بحور العلم وإمام من أئمة التابعين في الصبر واليقين. أبوه هو الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة. وأمه هي أسماء بنت أبي بكر. الملقبه بذات النطاقين لقد لزم عروه بن الزبير البقيه الباقيه من صحابه رسول الله فكان ياتي بيوتهم ويصلي خلفهم ويتتبع مجالسهم واخذ كثيرا عن خالته عائشه ام المؤمنين حتى اصبح احد فقهاء المدينه السبعه الذين يلجا اليهم المسلمون في دينهم كما كان صواما قواما رطب اللسان بذكر الله تعالى كما كان سخي اليد جوادا فقد كان له بستان من اعظم بساتين المدينه عذب المياه ظليل الاشجار باسق النخيل وكان يجعل لبستانه هذا سورا طوال العام لحمايه اشجاره من اذى الماشيه وعبث الصبيه حتى اذا ان اوان الرطب وطابت واشتهتها النفوس كسر حائط بستانه في اكثر من جهه ليجيز للناس دخوله فكانوا يدخلونه ذاهبين عائدين وياكلون من ثمره ما لذ لهم ويحملون منه ما طاب لهم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط واليه ترجعون وكان كلما دخل بستانه هذا ردد قول الله عز وجل ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله وكان يدعو أهل بيته إلى عد الصدقة هدية تهدى لله فيقول يا بني لا يهدين أحدكم إلى ربه ما يستحي أن يهديه إلى عزيز قومه فإن الله تعالى أكرم الكرماء وأحق من يختار له وقد شاء الله تعالى بعد سنه من خلافه الوليد بن عبد الملك ان يمتحن عروه بن الزبير امتحانا لا يثبت له الا ذو الافئده التي عمرها الايمان وملاها اليقين وذلك عندما دعا خليفه المسلمين عروه بن الزبير لزيارته في دمشق فلبى دعوته وصحب معه اكبر بنيه ولما قدم على الخليفه رحب بمقدمه وبالغ في الحفاوه به ثم دخل ابن عروه على اصطبل الوليد ليتفرج على جياده فرفسته دابه بضربه قاضيه اودت بحياته ولم يكد الاب الحزين ينفض يده من تراب قبر ولده حتى اصابت احدى قدميه الاكله فتورمت ساقه وجعل الورم يشتد ويمتد بسرعه مذهله فاستدعى الخليفه لضيفه الاطباء من كل جهه وحضهم على معالجته باي وسيله لكن الاطباء اجمعوا على انه لا بد من بتر ساق عروه قبل ان يسري الورم الى جسده كله ويكون سببا في القضاء عليه ولما حضر الجراح لبتر الساق قال لعروه ارى ان نسقيك جرعه من مسكر لكي لا تشعر بالام البتر فقال عروه لا استعين بحرام على ما ارجوه من العافيه وما احب ان اسلب عضو من اعضائي دون ان اشعر بالمه واحتسب ذلك عند الله دعوني اصلي فاذا قمت للصلاه فشانكم وما تريدون وقد كان رحمه الله اذا قام يصلي سهى عن كل ما حوله وتعلق قلبه بالله تعالى وبالفعل قام يصلي وتركوه حتى سجد فاقبل عليه الطبيب وقطع الساق كامله وهو ساكن مطمئن بصلاته لم يحرك ساكنا وارادوا ايقاف نزيف الدم فسكبوا على الجرح الزيت المغلي وعندها فقط لم يحتمل حراره الزيت فقال لا اله الا الله والله اكبر ثم اغمي عليه ولما حمل عروه بن الزبير الى المدينه وادخل الى اهله سارعهم بقوله لا يفزعنكم ما ترون فلقد وهبني الله اربعه من البنين ثم اخذ منهم واحدا وابقى لي ثلاثه فله كل الحمد واعطاني اربعه من الاطراف ثم اخذ منها واحدا وابقى لي ثلاثه فله كل الحمد والله لئن اخذ الله مني قليلا فقد ابقى لي كثيرا ولئن ابتلاني مره فلطالما اعفاني مرات فالحمد لله على ما اعطى وعلى ما اخذ وظل عروه بن الزبير للمسلمين مناره هدى وداعيه خير طوال حياته ولقد اهتم اكثر ما اهتم بتربيه اولاده خاصه وسائر ابناء المسلمين عامه فلم يترك فرصه لتوجيههم الا اغتنمها ولم يترك فرصه لنصحهم الا افاد منها ومن ذلك انه داب على حظ بنيه على طلب العلم اذ كان يقول لهم يا بني تعلموا العلم وابذلوا له حقه فانكم ان تكونوا صغار قوم فعسى ان يجعلكم الله بالعلم كبراءهم وقد عاش عروة بن الزبير واحدا وسبعين عاما مملوءة بالخير حافلة بالبر فلما جاءه الأجل المحتوم أدركه وهو صائم فرحمة الله عليه وأسكنه الله فسيح جناته محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما